السلام عليكم جميعا. نكفي بدور التصميم المباني لمقاومة الزلازل والرياح، بداية ببرنامج الإيتابس، وراح نكفي بالسيف والأوتوكاد والريفت، ممكن نفوت بالتكلة لرسم التفاصيل الحديد وحساب الكميات، أو بالريفت بالكود يو بي سي. بالفيديو السابق حكينا عن الأورثوغونال إفكت، بهالفيديو راح نحكي عن اللود كومبينيشنز من كود يو بي سي. لود كومبينيشنز رح نتبع طريقة السترينج ديزاين، اذا بنشوف بالكود بسكشن 16 12 2 1، بالكود بنشوف انه عنا طريقة السترينج ديزاين وفي عنا طريقة الاوبل ستريس ديزاين. نحن رح نتبع طريقة السترينج ديزاين. اللود كومبينيشنز موجودين، بس عنا كم شرط. اول شرط، اذا ما بدنا ناخذ بعين الاعتبار السيزميك فورسز، بنروح على السكشن 19 9 2، بشوف انه اذا ما في عند ما راح ناخذ بعين الاعتبار الزلازل، مجبورين نمشي بهاللود كومبينيشن اللي هي فيها تضخيم للفاكتور مضروب بالديد لود واللايف لود. انا راح لجانب الامان راح استعمله. نرجع على بيش فور. تاني اكسبشن، بالطبع المبنى اللي عنا لان كونكريت، اللود كومبينيشن اللي عنا اللي فيه زلازل نضربها ب 1.1. طيب شو ال F1 وال F2؟ اذا بنشوف باللود كومبينيشنز في F1 F2. ال F2 مختصة للروف، نحن المفروض نعرف روف، بس انا شملتهم بالمبنى، يعني هي طريقة منها كتير دقيقة، بس البروجيكت اللي معنا ماشي حالها. الاف وان اذا كان عنا المبنى بمكان عام واللايف اكبر من 4.9، يعني مثلا او جراج، بناخد الاف وان بوان. لباقي الحمولات او باقي المباني بناخد ال F1 ب 0.5، فنحن راح ناخد F1 ب 0.5. يعني مثل ما شايفين اول اثنين لود كومبينيشنز منو داخل فيها الاحمال الجانبية. بهاللود كومبينيشن في 0.5 ضرب اللايف للروف، نحن داخلينه ضمن اللايف العادي، فنحن بالسيف سايد اكتر. بس مثل ما نشوف الاثنين لود كومبينيشنز اللي معنا، او اذا بنشوفه من هون، الاثنين لود كومبينيشنز اللي معنا داخلين ضمن اللود كومبينيشن، يعني هاللود كومبينيشن اكبر ان كان الدي داخله بال 1.4 مثل بعضها، ومجموع عليها 1.7 اللايف اللي هي اللود كومبينيشن رقم 2 باليو بي سي. وهاي اللود كومبينيشن مثل ما شايفينها بالشاشه من فوق هي بالاكسبشن اللي شفناها. فراح اخذ انا بس هاللود كومبينيشن واعطيها اي اسم يدل عليها، انا اعطيها هالاسم. نحن فينا نحط كل اللود كومبينيشنز بالايتابس، بس انا ضامن يعني الجواب وضامن اي الاكثر تاثير على المبنى، فانا راح اخذ بس هاللود كومبينيشن. فينا نكتبهم كلهم، بنفوت على ايتابز، بالايتابز بنفوت ديفاين لود كومبينيشنز، نعمل اد نيو كومبو. عندنا اول لود كومبينيشن 1.3 U.L، انا اعطيه الاسم، فينا نعطيه الاسم اللي بدنا اياه. عندنا الديد والديد سوبر واللايف، ديد 1.4 1.7. بالنسبة للload combinations اللي فيهم wind، اذا بنشوف عنا 3 load combinations فيهم wind. بالنسبة لأول load combination 1.2 dead plus فيها snow هملينا، هون المشكلة بانه اهملنا اللايف لود للروف، يعني نحنا ما فينا نفوت اللايف لود كامل، هون طالب منا المبنى بس الكود بس اللايف لود للروف.
ما راح فينا ندخل نعوضه باللايف لود الكامل لانه راح يزيد معنا كتير، بس لانه نحن عنا بس 2 كيلو نيوتنز على المتر مربع فاهمله منا قصة كبيرة، فاهملنا كل هالسكشن بالكومبينيشن. لكن عنا 1.2 ديد بلس، قلنا هون 0.5 لايف، شفنا الاف 1 كتبه فوق 0.5 لايف. طبعا اللود كومبينيشن اللي هون حتكون هي اكبر، ف يعني داخل من ضمنها ونحن بالسيف سايد اكتر، فبقى عنا 1.2 ديد بلس. طبعا بالكود اي كومبينيشن فيها الويند او الايرث كويك لما بنعرف الاتجاه رح تكون بلس وماينس، 0.8 للويند اذا بنشوفها ال equation 12-3، بنشوف ال equation 12-3 نطبقها هون مرة بلس ومرة ماينس، اعطيها اي اسم بدل عليها 12-2-3 اي اسم بدل عليها، مهم انه بس شوف الاسم اتذكر اي equation عندي. عندي تاني equation، عندي تاني equation اللي هي 1.2 dead plus 1.3 double wind plus قلنا ال F1 مثل ما شايفين 0.5 لللايف. كمان هون هم منا غلط لانه ال 0.5 لللايف للروف من ضمن اللي هون فمنه غلط وما عندنا سنو نلغيها. لكن equation 12-4 بنشوفها هون كيف صارت 12-4، عندنا 1.2 dead 1.3 طبعا plus minus، وعندنا F1 موجودة هون مرة بلس مرة ماينس، وآخر equation اللي هي 0.9D بلس ماينس. هلا ال earthquake ما بهالمرحلة اللي بعد ال earthquake بلس ماينس 1.3 equation 12-6 إذا بنشوفها بال equation 12-6 كيف صارت، وتطبيقها نفس العملية أنا راح أطبقها بسرعة بالإيتابز. عرفت الست لود كومبينيشنز للويند، راح افتحهم مشان اذا حدا عم يقارن مع شغله بيعمل بوز للفيديو بيشوف. طبعا مرة اول لود كومبينيشن الويند مرة ماينس مرة بلس، تاني لود كومبينيشن تاني لود كومبينيشن مرة بلس مرة ماينس مرة بلس. كتير مهم يتأكد من هالخطوة انه عرفها مرة بلس مرة ماينس. نفس الشي بآخر لود كومبينيشن مرة بلس مرة ماينس، اللي هي هود اللود كومبينيشن اللي هون ست لود كومبينيشنز اللي هن من الكود طلعوا معنا هود. هلا المبنى اللي عنا كواجهة صغيرة وطول قصير منه كتير طويل، مبنى ما يعتبر كتير طويل. نحن نعرف انه الكريتيكال حيكون الكومبينيشنز اللي فيها ايرثكويك مش الكومبينيشنز اللي فيها ويند، فهلا رح نبدا بالكومبينيشنز اللي فيهم الايرثكويك. بالنسبة للود كومبينيشنز اللي داخل فيها سيزميك لودز اي، اول فكرة اللي حطتها فوق اي لود كومبينيشن فيها اي بنضربها ب 1.1 شفناها باول فيديو. تاني فكرة اللي هي محصلة القوة الرأسية EV الـ Vertical Load Effect، سمح لنا فيها الكود. أحد الطرق اللي نحسبها هي أنه ناخد نسبة من الـ D اللي هي 0.5 CAI. في عنا أكتر من طريقة، يعني هون للـ Factor يعني على Load Combination بنجمع Load Combination أصلية بنجمع مرة الـ EV بنطرحها مرة الـ EV، إذا بنجمع الـ D صار عنا
كأنه عم نجمع مرة على الفاكتوري ضارب الدي وعم نطرح مرة الاي في. الاي في مضروبة بالدي بهاللود كومبينيشن وبهاللود كومبينيشن نفس الشيء. اذا بنشوف لك ان عندنا الاي في هي الدي ضرب هالفاكتور اللي هون اللي هو 0.5 ضرب 0.2 اللي هي سي اي، شفناها فيديوهات سابقة اللي فيها التيبلز اللي فيها السوي بروفايل مع الزون، طلعنا السي اي والاي عامل اهمية للمبنى اللي عندنا طلع واحد. يعني عندنا هون الاي في هي الدي ضرب هالفاكتور، يعني نحن بنجمع الدي مع بعضه طلع الفاكتور، بنجمعه مرة وبنطرحه مرة مع الفاكتور الضارب الدي مثل ما شايفين هون 0.25 1.25 جمعينه مرة وطرحينه مرة. هلا بنشوفهم. طيب عندنا فكرة ال orthogonal effect، حكينا عنها بالفيديو السابق بالتفصيل. اذا كان عندنا نعمل تشيك اذا كان عندنا ال orthogonal effect، هاي ال e اللي هون بدنا نعوضها اول مرة e q x، يعني ال e q x الاتجاه الرئيسي زائد 30% من الاتجاه السنوي، وبدنا نعمل كمان نفس العملية بس ال e q y هي الرئيسية وال e q x السنوية. مثل ما موضح بالكود الجديد السنوي فينا نستغني عن اكسنتريسيتي، يعني منعرف اي كيو واي بدون اكسنتريسيتي واي كيو اكس بدون اكسنتريسيتي، هي بنضربها ب 30% موضح بالكود الجديد. حكينا فيه بالتفاصيل، نحن بس نعمل نرجع تشيك بعد الران اذا كان في اورثوجونال افكت رح نضطر نفوت كل هال العملية على اللود كومبينيشن. هلا هاملينا وعارفين اي كيو شاملة كل شيء وما في اورثوجونال افكت. عملت كوبي لهالكومبينيشنز لنقارنها بالكود. بنروح على الكود، عنا 2 كومبينيشنز خاصين بالاي، عنا 2 كومبينيشن. اول كومبينيشن 1.2 للديد لود بلس 1.0 للاي بلس عنا السنو لينا والاف 1 مثل ما شايفين فوق، اف 1 ال مثل ما شايفين اف 1 0.5. هاي اول اكويشن مثل ما شايفينها. بنجمع عليها مثل ما قلنا الفاكتور تبع الفيرتيكال افكت 0.5 سي اي اي، نفس الشيء نفس العمليه نجمع مرة بنطرح مرة، والارثكويك بنجمعه مرة بنطرح مرة. الويند هون حكينا فيه عنا 0.9 ضرب الدي بلس وماينس لل 1 اي، نفس الشيء الفيرتيكال افكت. بنرجع على الفايل، تأكدنا من الكومبينيشنز اللي هون وعرفنا كيف طلعوا تطبيقهم. هلا انا عندي هون مثل ما عرفنا انه الفاكتور طلع ب 0.125، نفس العملية لهال كومبينيشن اللي معنا. يعني عنا اول كومبينيشن وعنا تاني كومبينيشن. طيب شو عملنا هون؟ اول كومبينيشن مثل ما قلنا اي كومبينيشن فيها اي رح تكون مضروبة ب 1.1، فالنتيجة هون ضربناها ب 1.1 مثل ما شايفين هون 1.1 كل شيء خاصه بالديد لود مضروب ب 1.1 مع هاي الفاكتور، والارثكويك ال 1 ضرب 1.1 طلع 1.1، واللايف مثل ما قلنا الاف 1 اللي هي 0.5 ضرب 1.1 طلعت 0.55، لكن بنغيرها بالنوت. لكن هون صار عنا 0.55 وعنا هون 1.1 وضربنا اللي عنا ب 1.1. طيب نحن بهالكويشن بهالكومبينيشن اللي معنا متأكدين انه بهالكومبينيشن اللي معنا طيب نحن بهالإكويشنز في عنا حالتين، حالة مجموع عليها الـ EV وحالة مطروح منها الـ EV. يعني عنا نحن العمود أو الشير وول على الـ Gravity Loads رح سميهم P، وعنا الـ E
فنحن بدل ما نجرب بلس ماينس بلس ماينس عنا الاي في. اول حالة انه الاي هون متساوية، هلا هون راح تنضرب ب 1.1 بس لنحكي فيها. الاي معنا متساوية، فعنا حالة راح تكون كأن 1.2 بلس 0.15 دي، يعني البي هاي البي، وزائد 0.55 ال، فهاي الكبيرة اكيد حتكون اكبر من 0.9 مع الاي في، فرح ناخدها هي الجمع. فاول حالة بس رح ناخد الجمع فيها، هون ما رح ناخد جمع. طيب كطرح اكيد ال 0.9 ناقص 0.125 يعني المطروحة من ال 0.125 هي الاصغر من ال 1.2 ناقص كذا مجموعة على الاقل. فنحن بهالحالة بدنا ندرس حالتين، اللي هي البي اصغر حالة، هي اصغر حالة، والبي اكبر حالة، اللي بالوسط رح يعطوا نتيجة ما حتكون للكريتيكال. فنحن رح نضيع وقتنا بهالفيديو انه نكتب، او حتى بالشغل فينا نتأكد من نقارن رح نلاقي نفس النتيجة، انه الكريتيكال هي البلس بهالإكويشن والماينس بهالإكويشن. طيب يعني هون نحن صار عنا، لما نشوف صار عنا بهالإكويشن بلس، بهالإكويشن ماينس. بس بالنسبة للإكويشن رقم 2، أنا ما فيني أضمن إنه إذا انضرب الإيرثكويك ب 1.1 وانضرب هالفاكتور ب 1.1 هو الكريتيكال، أو إذا ما انضرب، يعني إذا تركناه مثل ما هو راح يكون الكريتيكال. فأنا راح استعمل إكويشن، نفس الإكويشن راح استعمله مرة تانية بس مضروبة ب 1.1، يعني الـ E بتصير 1.1 E، ونفس الشيء هون بينضربوا 1.1. إذا بحسبها هون بتطلع معنا إذا بنجمعها 0.325، وهون إذا بنطرحها بتطلع معنا 775 775. إذا بنضرب ال إذا بنضرب ال 0.775 بتطلع عنا، فين نستغني عن اللي هون، بيطلع عنا 0.8525. وإذا بنضرب 1.1 ضرب 1.2 لا 325 بيطلع عنا 1. فعنا هالإكويشنز الجداد رح نشتغل عليهم. أنا الإكويشنز اللي رح أشتغل عليهم معلمهم بالإشارة الحمراء، لكن قلنا اللي عليهم إشارة حمراء يعني المرة الإيرثكويك بلس مرة ماينس، اللي فيها ماينس الاي في ما راح اشتغل عليها بالاول اكويشن، راح اشتغل فيها بتاني اكويشن. نكتبها هون بالنوت، راح اكتبهم بالنوت على السريع، راح اسرع الفيديو. مثل ما شايفين كتبت الكومبينيشنز اللي ندخلهم على الايتابز، ومحيت الكومبينيشنز الاصليين. بنفوت على الايتابز، ديفاين لود كومبينيشنز،
نعمل add new، نعطي الاسم اللي دلنا على الكومبينيشن. انا حطيت 1.1 جنب اي كومبينيشن مضروبة ب 1.1. مثل ما شايفين عنا ال load combination 3.5، عنا 2 load combination مضروبين ب 1.1، 3.6 عنا 2 load combination بدون ضرب 1.1. نشيك عليهم. مش مضروبين ب 1.1. عنا 2 load combination نفس الـ load combination بس مضروبة ب 1.1. نفس الأرقام، نفس التطبيق. نتأكد من أول 2 load combination، بس الفرق واحدة الـ EQ هاي مضروبة ب 1.1، واحدة الـ EQ positive، واحدة EQ negative. أوكي، نسيف. بالفيديو الجاي رح نعمل خطوتين بسيطين، بنعمل ران ورح نعمل تشيك بسيط بعد الران.